اساتذه اللغه الامازيغيه التي دعا الى خوض اضراب وطني هذا اليوم يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2024. هو يعني في سياق مجموعه من التراجعات الخطيره التي يعرفها بالواقع. كما كنعرفوا اليوم ان التنسيقيه الوطنيه دعت لاضراب وطني اليوم، يعني واحد في الاضراب انذاري بخصوص المشاكل اللي كيعانيو منها اساتذه الامازيغيه، وكذلك تدبير العشوائي الملف الامازيغيه في المنظومه التعليميه. هذا اليوم الانذاري جاء ردا على مجموعه من التعسفات ومجموعه من التجاوزات اللي عرفها الملف ديال الامازيغيه في التدريس، كذلك المشاكل اللي كيعانيو منها الامازيغيه خاصة على مستوى مدارس الريادة للأسف اللي تقصت منها الأمازيغية، يعني منذ البداية ديال المشروع إلى اليوم، خاصة في التكوينات اللي كانت كلها تكوينات في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، في إقصاء تام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. كذلك في البداية ديال الموسم الدراسي الأساتذة اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة لمدة شهرين ما خدموش في المرحلة ديال مقاربة الدعم طرل، رغم أن كانوا هناك مجموعه من الضغوطات على الاساتذه باش انهم يعني يديروا الدعم في المواد الاخرى خارج التخصص ديالهم الاصلي اللي هو الامازيغيه. مباشره بعد الانتقال لمرحله التعليم الصريح كانوا هناك ايضا مجموعه من المشاكل، خاصه في توزيع حصص اللغه الامازيغيه، بحيث تم تقليص الغلاف الزمني من طرف بعض المفتشين المدراء اللي ما تقبلوش ان الامازيغيه تقرف ثلاث ساعات لكل فوج، اللي حددتها بطبيعه الحال المذكرات الوزاريه المنهج الدراسي اللغه الامازيغيه، وكذلك حتى النموذج المرجعي والدليل المرجعي اللي كيطر مدارس الرياضه اللي ما قصش نهائيا الغلاف الزمني الامازيغيه وبقى محافظ عليه. البلاد عندها جوج ديال الرجلين كنتمشاو بها، كاينه العربيه وكاينه الامازيغيه. كنحبوا العربيه، ما ملي كنخرجوا كنناضلوا على الامازيغيه، راه ماشي كنضربوا في العربيه ولا شي حاجه، حيت كاينين شي ناس ملي كتخرج كتدوي على الامازيغيه كيقول لك لا واه انتم ضد العربيه. لا، احنا قرينا العربيه وكنهضروا بها احسن كاع من الامازيغيه، والامازيغيه حتى هي لغه رسميه للبلاد، كنهضروا في اطار القانون، في اطار الدستور، في اطار يعني المذكرات الوزاريه، في اطار القانون التنظيمي ديال اللغه الامازيغيه اللي خرج في 2019، هذه خمس سنين، اللي هو كيقول في الماده 4 ديالو بانه غيكون التعميم ديال تدريس اللغه الامازيغيه في الاسلاك ديال الابتدائيه. ها خمس سنين دازت، شي حاجه مازال ما كايناش، مازال ما تعماش الامازيغيه في الابتدائي، والقانون هذا القانون التنظيمي ديال 26/16 كيتحدث على يعني الاسلاك الاخرى اللي هي الثانوي والاعدادي. ما حد التعميم خمس سنين هذه باش داز القانون التنظيمي، والتعميم مازال ما كاينش في الابتدائي. امتى غادي نتحددوا حنايا على الاسلاك الاخرى؟ مازال الناس ما كيقراوش الامازيغيه في المدارس، خصوصا المدارس الرياده اللي تم الاقصاء ديال الامازيغيه فيها، رغم انه مشروع جابته الوزاره مشروع جديد ويتم اقصاء لغه رسميه للبلاد، وراه هذا راه تساؤل واضح. اذا الامازيغيه في نظر الوزاره ماشي واحد الماده اللي هي اساسيه، ماشي واحد الماده اللي هي مهمه. حنا كنطلبوا باش انه تكون مذكره واضحه، تكون واضحه ملي يمشي الاستاذ الامازيغيه الاداره، ها هو الاستعمال الزمال ديالك، خدمه استاذ بحالك بحال الاستاذ العربيه بحال ديال الفرنسيه، ماشي حنايا شهر نبقاو ندابزو على الاستعمال الزمال، شد من عندي قطع ليا هاك 10 دقائق هنا هاك ربع ساعه، مالنا حنايا. يعني باش نوضعوا الامازيغيه يعني في السكه ديالها، كلشي كيتحمل مسؤوليه جميع المغاربه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.